ضم الملفات الأصلية السابقة إلى هذا الملف، وهو الملف المتعلق بمحاكمة حميد الدين سنة 1993 حول جنحة المشاركة، أي في الأفعال التي قيل بأنها وقعت داخل ساحة الجامعة، واللي تيبا من خلال التصريحات ديالو في محاضر الشرطة القضائية بأن المواجهات وقعت داخل الجامعة وتم تضربوا إلى آخره. والملف كذلك ديال عمر محب، عمر محب بالمناسبة حكم بجنايات القتل العام 2006 وما بعدها، استبدلت المحاكمة ديالو لأنه كان مبحوث عنه، وبالتالي فهذين الملفين يعتبران من الملفات يعني التي حكم فيها جنات وقتلت بن عيسى. كاين واحد الملف اخر ديال الاربعه ديال النشطاء الاخرين ديال العداله الوطنيه، الطلبه اللي كانوا ديك الوقت شاركوا كذلك وساهموا في عمليه القتل. هذا الملف هذا لم ينتهي بان، فهو لا زال رائج امام غرفه الجنايات الاستئنافيه، ربما تورى دايز عقدش ربما فهاد الشهر هذا كاين قرا 26 4 اعتقد الاتحاد ممكن تعقل، ولكن تنتمناو انه كذلك هذا الملف هذا يكون جاهز الجلسه المقبله ديال هذا الربعه باش يتسن باش تا هو ينضم تا هو لهذا ديال حميد الدين. اذا ما عندناش مشكل هنايا من اجل المحاكمه، الذي راه 26 سنه وحنايا نطالب بالمحاكمة العادلة، فاحنا باقي عندنا النفس الطويل باش اننا نمشيو من اجل الكشف عن خبايا الارهاب في هذا الملف هذا ديال ايد الجد بن عيسى. احنا تفاجئنا بانه المحكمة تقرر ذلك. هنايا راه عندنا الملفات، عندنا المحاضر، كنا غندليو بالمحاضر وبالقرارات وكل شيء باش نبينوا للمحكمة بأنه راه ما كاينش سوق البث، لأن الدفاع ديال المتهم والمتهم تيقول بأنه هذا البث تم البث فيه سابقا. كذلك قاضي التحقيق بيدو عنده في يدو الوقائع السابقة، الملف يتوفر على المحاضر والوثائق التي تؤرخ للوقائع التي حكم عليها 93، وقرر بشأن قاضي التحقيق أنها تختلف عن الوقائع التي نوقشت أمامه والتي صرح بها الشهيد حديو الخمار. قررها كاين في القرار ديال قاضي التحقيق أنها تختلف، وبالتالي فإن الملف يتضمن محاضر وأحكام التي استطاع من خلالها قاضي التحقيق ان يقرر بانه الوقائع التي حكم بها حميد 93 ليست هي الوقائع التي يحكم التي سيتابعه بها. ولكن ما عندناش مشكله، كما بغات تحضر الملفات الاصليه وتضمهم الملف ما عندناش مشكله. شكرا.